دي وجهة نظر بعض الناس يعني. عندناش مشكلة والله مع الناس يا كابتن سيف والله. أنا بقول لك بعض الأشخاص، وأنا ما بقول لك بعض الأشخاص اللي هم لا لا لا، أنا بقول لك دي بعض وجهة أنا نظر لك الناس. طبعا لأن دي جماهير بعيدة، أنا بقول لك وجماهير بورسعيد يا كابتن سيف جت متأخرة للماتش اللي فات، يعني كان احنا بدأنا المباراة حوالي 35 دقيقة وبعدين الجماهير وصلت، كان في انا بقول لك في حوالي 12 واحد، انا ما اعرفش يعني ما اعرفش دول هل دول من النادي المصري او ما اعرفش، لكن الجماهير لما دخلت بقت بتشجع اللعيبه يا كابتن بحاجه مختلفه تماما، كان مدي حماس غير عادي. وانا بقول لك في انت عارف الناس اللي موجوده دي ما بتش عايز تقول لا 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 لا، لو اعرف هقول لك على طول. لكن لو اعرف هقول لك يا كابتن. يا كابتن حمد بص يا كابتن سيف والله انا ما عندنا مشكله مع حد خالص، وانت عارف الكابتن ايهاب طبعا طبعا كابتن ايهاب يعني حتى جمهور المصري جمهور كبير وعظيم، كابتن ايهاب راجل على خلق يعني. جماهير بورسعيد يا كابتن سيف انا بقول لك انا بقول دايما ان انت بتبقى مستمتع جدا وجماهير موجوده، يعني الجماهير وهي موجوده انا ببقى مستمتع جدا، وبقول يا رب، انا كنت بقول يا رب ناخد اسماعيليه او ناخد عشان انا عايز الاستاد يبقى متقفل، لان فعلا جماهير المصري مختلفه في التشجيع يا كابتن سيف، زيها زي كل الانديه الشعبيه طبعا، بس انا بقول بورسعيد لان احنا بنبقى ماسكين لا فعلا مختلفين، بيحبوا النادي بتاعهم جدا زي الاتحاد زي الاسماعيلي زي الانديه الاهلي زي الزمالك. انتوا خلصتوا التعاقد مع النادي المصري؟ يعني ايه خلصنا؟ يعني خلاص خلص احنا خلصنا طبعا، بس في حقوق ماليه ما اعرفش طبعا مستر كامل، ما اعرفش ما فيش حاجه حصلت، ما فيش اي حاجه حصلت طبعا مستر كامل ابو علي اكيد الامور دي انا ما اعرفش، انا بقول انها المفروض انها بسيطه، لكن هي حقوق ماليه لازم شرط جزائي يعني؟ لا مرتبات وشرط جزائي وكل حاجه، الراجل كابتن ايهاب اشتغل في النادي المصري ما قبضش غير شهر واحد وشهرين ما قبضش ما خدش مرتبه، وما تعرفش ايه السبب اللي ما نزلش، يعني مرتبه ليه ما نزلش شهرين ما تفهمش. وفي شرط جزائي وطبعا الشرط الجزائي في العقد 3 مليون جنيه 3 شهور يعني. ما اعرفش يعني القيمه القيمه اللي موجوده، لكن انا بقول لك لا هي 3 مليون بقول لك، بس هي القيمه اللي الناس ما انا بقول لك بس هي لكن هي حقوق ماليه موجوده جوه عقد يا كابتن، وانت اخذت القرار، انت اخذت قرار لانك انت طب ايه يعني الحاجات دي متعلقه ولا يعني حضرتك؟ لا ما اعرفش اي حاجه ولا اي حاجه، هو مجلس الاداره خد قرار ان هو لا يعني هو مين من طرف حضراتكم اللي بيخلص قصة؟ المفروض الكابتن تامر طبعا، تامر انا حاسس ان هو تامر اللي هو يعني هو اللي مسؤول، مدير الكابتن ايهاب مدير اعمال الكابتن ايهاب جلال هو اللي مسؤول في الحاجات ديت، هو اللي بيتكلم فيها، لكن ما فيش حاجه حصلت تماما، لان انا بقول لك هو مشكله الناس مع يعني حتى عند تامر ان تامر ثقه بالنسبه للكابتن ايهاب، ما يعني دي هو بيثق فيه، وتامر من الناس المحترمه جدا يعني ما تعرفش تتكلم مع يعني تتكلم، لكن هو بيتفاوض هو مفاوض كويس للناس. بص حضرتك في وجود الاستاذ كامل ابو علي والمجلس الحالي لا تقلق، ليكوا حق تاخدوه، بس المفروض الكلام ده كان يخلص يا كابتن سيف من يوم ما احنا خلصنا المباراه، انت مخلص المباراه يوم 3 وما فيش حاجه لا ما فيهاش الامور ما تقلقش، انا بقول لك في حاجات هتخلص ان شاء الله، لان دي حقوق مكتوبه جوه عقود فهتخلص ان شاء الله. وانا عارف ان هي يعني انا يا رب ما تحصل حاجه تبقى، لان احنا بنحب النادي المصري ومجلس الاداره، يعني انا بقول التعامل معاهم تعامل سهل ان شاء الله تخلص بهدوء، لان ناس محترمه والنادي المصري واستاذ كامل ابو علي مجلس محترم تخلص الامور. هل هناك عروض؟ والله ربنا يسهلك يا سيف ان شاء الله. في كلام والله ربنا يسهل يعني مش يعني بدل ما فيش حاجه رسمي 100% لا لا لا، يعني حتى لو مش رسمي مش هقدر قصدي يعني انديه جماهير نادي والله جماهيري والله لسه يا سيف لسه لا. بص يا كابتن انا قلت لك الميديا بتاعتنا على طول مش لا انا مش عايز تفاصيل مش, مش مش الميديا، انا كل ما بقول لك الميديا انت بتتخيل الميديا اللي الميديا دي ايه لا الناس بقى يعني اللي هي المواقع فكل واحد ايه بيرمي خبر بحيث ان ايه يشوفوا رد الفعل بتاعه. طب انا قصدي ان العرض القادم ممكن هو نادي جماهير ولا غير جماهير بس فقط يا ربنا ييسر بس باذن الله ونقدر هو نادي شركات يعني يا رب مع الله اعلم والله يا كابتن سيف والله الله اعلم. بص يا كابتن احنا بنتمنى الخير لكل المدربين، لكن كابتن ايهاب قال لحضراتكم ان في عرض ويعني في مناقشه عرض لا ان شاء الله لا والله ما فيش اي حديث والله في حاجه انا بقول لك والله ما فيش حديث في حاجه، لان انا بقول لك احنا بنتمنى الخير لكل المدربين وربنا اللي يعلم في اللي انا بقوله لك دوت ولا نقبل
ان احنا نتفاوض مع نادي فيه مدرب. مستحيل يا كابتن، مستحيل الكابتن ايهاب، مستحيل من رابع المستحيلات والله يعملها يا كابتن. انا بقول لك المره الوحيده اللي احنا عرض علينا الكلام دوت المره اللي كنا في انبي ورحنا الزمالك. حسن حضرتك سؤال واطلع فاصل مش هناقشه. هل حضرتك في بعض اللعيبه في نادي المصري حضراتكم حسيت ان اللعيبه دي صعب تلعب في المصري بدون الدخول في تفاصيل ولا اسامي؟ اكيد اكيد. هل النسبه مش كبيره؟ مش كبيره. ومش بص يا كابتن سيف، طموحات النادي المصري مختلفه تماما لان اسم استاذ كامل ابو علي ادى طموح مختلف بالنسبه للناس بره في الشارع طبعا. هم تخيلوا ان استاذ كامل وهو كامل ابو علي الحقيقه وفر امكانيات كبيره جدا للنادي المصري، عشان كده انا بقول لك هو ده الاختلاف بقى. لان دلوقتي لما بتروح تتفاوض مع لعيب في نادي تاني هو بيعاملك معامله الاهلي والزمالك وبيراميدز. لان احنا رحنا لما دفعنا قبل ما نيجي احنا طبعا الدفع رقم كبير في مروان حمدي، وهو مروان من اللعيبه المهمه جدا وراجل راس في المنتخب وراجل من الناس الاساسيه وهداف الدوري، فالدفع فيه رقم فبقى كل الانديه بيوازي عايز لا انا اللي عندي ابو خمسه عايز اخليه ب 20 عشان استاذ كامل يدفع. طيب